المرأة على سبيل التحديد بتطلب أكتر من دار الإفتاء فتاوى أم الرجال؟ بطبيعة الحال المرأة. نعم. لماذا؟ أنا أرى بأن المرأة المصرية في الحقيقة بتحتاج إلى، يعني أنا مش عايز نقول هي أكثر تدينا من الرجل، هي أكثر تدينا بالفعل، وهي السائلة عن كثير من تفصيلات الحياة. هذه شهادة جميلة يعني. لا ده هذا الواقع، يعني من واقع الإحصاءات. احنا بيأتي إلينا كل يوم اللي هم 3500 أو 4000 في بعض الأحيان، يعني ممكن يمثل نسبة أكثر من 60% من الأسئلة جاءت من السيدات، والباقي جاء من طوائف مختلفة من السائلين. لكن السيدة المصرية بتحتاج إلى أن تطمئن على تصرفاتها وعلى تدينها وهو صحيح ولا لا، وبتحتاج أيضا بقدر كبير جدا من إتاحة الفرصة لأن تتكلم وأن تفصح عما عندها. ونحن في الحقيقة بنفسح هذا المجال مش لها فقط، لكل السائلين، بأننا في قدر الإمكان، لأن برضك أيضا باحث الفتوى أو أمين الفتوى عندنا لما بيزود عن 10 دقائق في السؤال الواحد بلا شك في طوابير انتظار على الهاتف، وفي طوابير انتظار على سيدات ورجال. فلما بنقول له طب كفاية 10 دقائق أنت تستوعب الحالة وتفهمها بحكم التجربة والخبرة، بيستطيع أن هو بمجرد كلمتين ثلاثة في السؤال بيستطيع أن هو يعرف السيدة عايزة إيه أو السائل عايزة إيه على وجه العموم. فعلى كل حال يعني نعم، السيدة هي أكثر السائلين لدار الإفتاء المصرية. دكتورة مايا مرسي كانت في ضيافتنا في هذا البرنامج وقالت الحقيقة كلمة غريبة جدا، قالت إنه السيدات في مصر عندما يواجهون أي مشكلة حتى لو مشكلة قانونية لا يلجؤون عادة إلى رجل القانون لكن إلى رجل الدين. وإحنا لو هذه المسألة لو حصلت يعني سواء كانت هي لجأت إلى مثلا مسألة اتضحنا إن هي مسألة طبية أو مسألة قانونية أو أي مسألة من المسائل بنقول لها والله طب روحي للمتخصصين. يعني إحنا بنؤمن تماما في دار الإفتاء المصرية بأن التخصص هو لغة العصر في هذا الوقت، ولا حرج علي أنا في أن أقول في بعض الحالات أنا مش عارف الجواب لا أدري، هذا لا حرج، لأن هذا هو الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان الذي هو مؤتمن على الفتوى، لأنه لا يفتي إلا عندما يكون مدركا تمام الإدراك بأن الحكم الشرعي يتنزل تنزيلا صحيحا على الواقع الذي يسأل فيه. إذا احتجنا إلى أن نسأل المتخصصين بنحيل تماما إلى أهل الطب وإلى أهل القانون، ده كثير من القضايا نحن لا نفتي فيها إلا إذا رجعنا إلى أهل القانون في هذا الشأن. يقولون أحيانا، يقولون أنه أحيانا الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء أحيانا تكون صعبة على المرأة أكثر من الرجل. لا، هو لا تمييز، يعني أكثر قسوة. لا تمييز، نحن ما هي في معايير علمية. المعايير أننا أفهم الواقع التي سأل عليها الشخص بصرف النظر عن نوعه، وأفهم الأدلة الشرعية، وما ينتج من استنباط الأدلة الشرعية أنزله على الواقع بصرف النظر عن نوع هذا السائل. أنا أراعي حالة السائل ولا أراعي نوع السائل. فقد يكون المرأة قد تكون يعني ظروفها المعينة في سؤال هو نفس السؤال الذي سأله الرجل يكون في التيسير بالنسبة لها أكثر من الرجل أو العكس وفقا للحالة. يعني مثلا على سبيل المثال جاء يعني في زمن الصحابة الكرام سائلان بسؤال واحد بنفس الألفاظ إلى سيدنا عبد الله بن عباس، وقال له الأول هل للقاتل من توبة؟ فأجاب ابن عباس رضي الله عنهما بأنه لا توبة له. وجاء سائل آخر في زمن آخر قد يطول وقد يقصر، هل للقاتل من توبة ابن عباس؟ قال نعم. فالجواب كان مختلفا تماما، لكن السؤال واحد ومن شخصين مختلفين. فالتلامذة سألوا سيدنا عبد الله بن عباس ليه السؤال مختلف هنا عن الجواب مختلف هنا عن الجواب مختلف هنا عن هذا الجواب، فقال علمت بأن الأول الذي جاء وقال هل للقاتل من توبة هو لم يقتل بعد وإنما يريد أن يقتل نية، يعني هو من الظروف المحيطة، هو لا مش من النية، هو يفهم حال هذا الشخص بقراءة معينة.
دي بتنتج نتيجة الخبرة. يعني حتى في مثلا في فن التحقيق القضائي الدكتور رمسيس بهنام وهو أستاذ القانون الجنائي توفي رحمه الله، يعني كتب كتاب في فن التحقيق الجنائي. تعبيرات الوجه وتعبيرات الجسد قد يكون لها مدلولات في أثناء التحقيق. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس لما علم من هذا السائل أنه لم يقتل بعد ويريد أن يأخذ مبرر فقط فقال يعني له لا توبة، لديه نية القتل لكنه لم يقتل، لم يقتل بعد لكن هو عنده استعداد، فلو قلنا للقاتل توبة ده بتعتبر ذريعة ومبرر. الثاني كان قد قتل بالفعل لكنه يريد أن يعود إلى جادة الصواب ويعود إلى ربه مرة ثانية، فقال له نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة في هذه الحالة؟ فإذا مراعاة حال السائل هذا هو الأساس بصرف النظر عن شخصيته.